أعزائي الطلاب، أرحب بكم. نستكمل مع بعض درس المجهر. من الأجزاء المهمة والرئيسية في المجهر الضوئي المركب الضوابط. طبعا في عندنا ضابطين، ضابط خشن أو بيسموه الضابط الكبير، وفي الضابط الدقيق أو الضابط الناعم. الضوابط موجودة على جانبي المجهر، هذا الضابط الخشن أو الضابط الكبير، وبجواره الضابط الناعم أو الضابط الدقيق. الضابط الخشن أو الضابط الكبير ده بستخدمه في حالة الحاجة إلى رفع المسرح أو خفضه لمسافات كبيرة، وده عادة بيستخدم مع بداية فحص الشريحة أو مع التنقل من عدسة شيئية لأخرى. أما الضابط الدقيق فده بستخدمه عند الحاجة لتوضيح العينة، وبالتالي ببدأ أستخدم الضابط الناعم ده، فبيحرك المسرح حركة دقيقة غير محسوسة تكاد لا ترى طبعا بالعين، وده بيمكنني من ضبط العينة ورؤيتها بوضوح شديد. طيب نروح كده نشوف فيديو بيوضح لنا الضوابط. على جانبي المجهر بنجد ضابط كبير بيستخدم في إنزال ورفع المسرح بحركة كبيرة، وده في حالة ضبط العينة. وبعدين في عندنا ضابط أصغر بنسميه الضابط الناعم أو الدقيق، وده بيستخدم في أيضا خفض ورفع المسرح ولكن بحركة دقيقة تكاد تكون غير مرئية، وده في حالة استخدام العدسات الشيئية الكبرى أو العدسة الزيتية.